هي في هموم كبيرة، لكن متغلبين عليها بالصبر بالرزق الحلال والعيش الهنية. باسمك أغني وتغني السواقي وخيوط الطواقي وسلامة تلاقي ودموع الفراق. احنا عايزين هي فراق، لكن هي الطواقي اللي نسجت من أيادي عشان تبين معالم وشكل جمال معين، هي تميز هوية رئيسة بالنسبة للشخصية السودانية أيا كانت، يعني شكلها ولونها. برضو في ألوان بتمثل للجانب الروحي والديني في السودان، عن طرق صوفية متعددة. أول ما تنظر لشكل الطاقية، لجمال الطاقية، بالطوال بيصنف الشخص أنه يتبع لطريقة معينة. كمان أول ما بالطريقة السودانية، لأن الطواقي بتختلف من بلد لأخرى. فشفنا في الفترة الأخيرة في قطر، طب استاد البيت اللي هو كان بأيادي السودانية وخبرات سودانية، يعني عن طريق شركاء مختلفين. هي ميزة الهوية القطرية، فالطاقية السودانية وجمال الطاقية السودانية وإبداع أمهاتنا وأخواننا في شركات أو في مهن بسيطة لنزج الخيوط. نتابع أرزاق عن الطواقم ومن ثم نعود مشاهدين. سامي